على حديث مباراه الاهلي وسان داونز، مش سان داونز والاهلي، لا، حديث عن مباراه الاهلي وسان داونز، مباراه الاياب ان شاء الله خلال الفتره القادمه، مباراه مهمه جدا باذن الله يوم السبت القادم باذن الله على ملعب برج العرب ان شاء الله في اياب دور ربع النهائي للبطوله الافريقيه. خلال هذا الاسبوع وخلال هذه الفتره محتاجين نتعامل مع الحدث اللي احنا فيه، مش هقول مسميات كبيره لان الحدث اللي احنا فيه حدث محتاج نتعامل فيه بمعالجة إعلامية ومهنية مهمة جدا، لأن احنا أو بمعنى أدق النادي الأهلي بيشارك في العديد من البطولات. البطولة الإفريقية هي أعظم وأقوى البطولات الإفريقية والبطولات القارية، دوري الأبطال الأفريقي، بطولة الدوري العام، بطولة كأس مصر، بطولة السوبر المصري، فبالتأكيد عندنا أحداث مهمة جدا خلال الفترة القادمة. المعالجة الإعلامية تتطلب إن احنا نتعامل مع الحدث بكل واقعية وبكل منطق، وفي نفس الوقت كمان ان احنا ازاي نساعد جمهورنا خلال الفترة القادمة عشان يكون دوره الايجابي زي ما احنا متعودين دايما من جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دايما واعي وعارف مصلحة فرقته فين، والمعالجة زي ما بأكد عليها 100 مرة، المعالجة الاعلامية هنا ليها دور ايجابي في الفترة القادمة، ازاي نبني للمرحلة القادمة، وازاي ما نكونش ضغط او ما نكونش عامل سلبي على جمهور النادي الاهلي في الاساس، لان زي ما الجمهور بيزعل في الحزن او في الهزيمه بالتاكيد بيفرح وبيسعد وبيفرح الكل لما الفرقه بتكسب وبتحقق بطولات وبتحقق نتائج كويسه. فبالتالي خلال الفتره القادمه الجمهور دايما بيبقى معاه الحق في كل وقت، والجمهور دايما بيبقى هو الخير السند للفريق في اي مرحله، ودايما جمهور النادي الاهلي لما غنى وشجع في المدرجات قال على الحلوه والمره معاه. التوقيت اللي احنا فيه ده محتاجين تكاتف كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. مش بتكلم على نتيجه مباراه العوده اللي احنا بنتكلم في نتيجه كبيره او نكسب 6 او نكسب 5، الاهلي 7 عمل ده على فكره بالمناسبه في مباريات سابقه ومش بعيده من سنتين مباراه النجم الساحلي. لكن الفكره ان احنا الجمهور ازاي دوره الفتره الجايه يبقى واقف في صف فرقته عشان البطوله الافريقيه عدت، اذا كان كره القدم ابت او شاءت ان النادي الاهلي يكمل فيها هيكمل فيها، ما كملش فيها وزيها زي اي بطوله سابقه لسه عندنا بطوله الدوري العام، لسه عندنا بطوله الكاس، تحدي كبير جدا السنه دي تحديدا، والتحدي ده الوحيد اللي واقف في صف النادي الاهلي بشكل قوي جمهور النادي الاهلي، انه عارف مصلحه فرقته ازاي الفتره الجايه. الجهاز الفني واللاعبين اكيد عندهم مهمه فنيه مهمه جدا خلال الساعات القادمه، ازاي هيتعامل مع الملفات دي، وازاي هيتعامل مع مباراه مصر المقاصه في الدوري، وازاي هيتعامل مع مباراه افريقيا. واللعيبه مش محتاجه اي نصيحه او مش محتاجه اي كلام مننا، لان عارفه ايه المطلوب منها في مباراة العودة او ايه اللي مطلوب منها المرحلة الجاية.